لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله
الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض لك الحمد أنت الرب وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء لك الحمد أنت الآخر فليس بعدك شيء لك الحمد أنت الظاهر فليس فوقك شيء لك الحمد أنت الباطن ليس دونك شيء لك الحمد أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق
ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. لك الحمد كثيرا، لك الحمد كثيرا، لا نحصي ثناءً عليك. لك الحمد على آلائك المتوالية، لك الحمد على كثير النعم، لك الحمد أن هديتنا للإسلام، لك الحمد أن وفقتنا للإيمان، لك الحمد أنزلت علينا خير الكتب، لك الحمد أرسلت إلينا خير الرسل، لك الحمد أخرجتنا في خير الأمم، لك الحمد أن خلقتنا مسلمين موحدين، لا نحصي ثناءً عليك. لك الحمد أن وفقتنا لختم كتابك، لك الحمد أن وفقتنا لختم كتابك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ترتفع الدرجات، وتحط الخطيئات. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة، في هذه الليلة المباركة بختمنا لكتابك، اللهم إنا نسألك أن تنفعنا بالقرآن، وأن ترفعنا بالقرآن، وأن تجعله شفيعا لنا. اللهم اجعله شفيعا لنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويقف عند حدوده يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عنده، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء همومنا، وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وقائدنا إلى جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين. إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا يا ربنا، اللهم اغفر لنا يا ربنا، من يغفر لنا إن لم تغفر لنا؟ من يغفر لنا إن لم تغفر لنا؟ من يرحمنا إن لم ترحمنا؟ قلوبنا بين يديك، وأيدينا مرفوعة إليك. اللهم تب علينا وارحمنا، اللهم تب علينا وارحمنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة بختمنا لكتابك أن تجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم احشرنا في زمرة المتقين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم نفس كرب المكروبين، وفرج الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم واهد ضال المسلمين، اللهم واصلح شباب المسلمين، اللهم واصلح نساء المسلمين، وقهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد، يا واحد يا صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك يا ربنا أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ولا تجمع علينا خوفين، اللهم ولا تجمع علينا خوفين،
اللهم ولا تجمع علينا خوفين، اللهم أمنا في قبورنا، وأمنا على الصراط يوم القيامة، وأمنا عند لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ولِّ عليهم خيارهم، اللهم ولِّ عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قاتل الكفرة والعنهم الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك ولا يؤمنون بوعدك ووعيدك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وشديد نقمتك، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد. إله الحق، إن عذابك بالكافرين ملحق، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اللهم تقبل قليلنا وتجاوز عن كثيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أنت أهل التقوى والمغفرة، أنت أهل التقوى والمغفرة يا أرحم الراحمين. لا تردنا خائبين ولا من بابك مطرودين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور، اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.